لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المفاجأة دي ربنا يخليك يا مرزو يا حبيبي، ده انا قاعدة وقلت ماما زمانها دلوقتي قلقان عليا. انا قلت اجي اخدك بقى عشان نروح بسرعة، يمكن حفركوش يحن علينا ويتصل. انا قلقان عليا يا مرزو. عيش يا زوبة، ده حفركوش ده كدني هتقليه عليه، ده عفريت. ده يا مرزو اقلع عليه برضو، ده تلاقي الشيخ قاعد بيلعب مع اصحابه العفاريت دلوقتي ولا سائل فينا ولا معبرنا. تفتكر يا مرزو هيرجع تاني؟ هيرجع، هو هيروح فين؟ يا رب يا مرزوق يفتكرني بأي لعبة من السين، انت عارف انا بحب اللعب بتاعتهم قوي. يا مرزوقة بص انت بتفكري في ايه واحنا بنفكر في ايه؟ يرجع لنا بس بالدواء، خلينا نخف ونبقى كويسين والناس بقى تنزل وتشوف شغلها. على رأيك صحيح. ايه يا مرزوق افتني هنا ليه؟ انا قلت نجرب حفركوش كده الجني ده يمكن يرد علينا بدل ما هو سايبنا كده ومش معبرنا. صحيح يا مرزوق، ما نجرب كده يمكن يرد ويعبرنا يقول لنا اي حاجة بدل ما هو مختفي وعامل لنا وخف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموبايل، ونحب نوجه عناية سيادتكم ان الشاب البني ادم صاحب هذا الخط قد يكون نايم في الخط واحتمال ما يردش عليك، اذا اتبع التعليمات. اذا اردت ان تكلمه ضروري اضغط رقم 1، لو بتتصل عشان جايب له مصلحة اضغط رقم 2، لو عايز تقول له خبر حلو اضغط رقم 3، ولو عايز تقول له خبر مش ولبط اضغط الصفر اللي هو زيرو بالعربي. لو بتتصل عشان تستلف منه فلوس اغلق الخط. شكرا لاستخدامكم خدمة مش عاوز وجع دماغ للاتصالات. حطيت لنا رسالة صوتية عشان ما نعرفش نكلمه، يمكن مشغول يا مرزوق دلوقتي ومش عارف يرد عليك. سيبه بقى، مش انت سبت له رسالة ولما نروح هو هيتصل بينا. طب لما نشوف على الله ما يطنشناش بقى وما يعبرناش. هاي حبايبي كنتوا فين؟ مفيش يا ابويا، كنت بجيب سوقة من عند صاحبتها، رحت اجيبها قلت بدل ما تفضل واقفة تستنى البص. فيك الخير يا مرزوق. هاي مفيش اخبار عن حفركوش؟ احنا اتصلنا بيه يا ابويا. طب كويس يا مرزوق، بس ما ردش، سيبناه رسالة على التليفون ويقول يمكن لما نشوفها نتصل بيها. اكيد يا مرزوق مشغول ولا حاجة، انت عارف حفركوش اللي هي من اصحابنا اللي مش قابلنا. وانت يا بابا ليه تعب نفسك؟ ما تسيبها ومرزوق يبقى يعملها. انا قلت بقى مرزوق طول النهار عمال يلف، قلت اريحه شويه. ربنا يخليك ابويا، سيبها يا ابويا وانا اعملها. يا مرزوق روح بس انت شوف امك عايزه ايه وانا هكمل واخش وراك. لا يا ابويا ما يصحش اشوفك بتعمل وانا اقعد اتفرج. خش يا ابويا وانا هخلص وانت وراك. خلاص يا مرزوق بس ينضف كويس، اوعى تسيب حاجه في الارض دي. لا يا ابويا هخلص على طول وخليها لك زي الفل. يا مرزوقة عند صاحبتك؟ ايوه يا ماما، دي فرحت قوي، يا عيني قاعدة في البيت وما بتخرجش زينا وفي حد بيخرج يا مرزوقة. هي اتبسطت قوي يا ماما ان انا جيت لها، وفرحت وحست ان احنا رجعنا تاني المدرسة، كانت مبسوطة قوي. بس عملتي يا مرزوقة اللي قلتلك عليه؟ طبعا يا ماما، هما كمان يا ماما والله كانوا لابسين الكوانتيات والماسكات ومحدش فيهم قلع حاجة، حتى هما قاعدين في البيت كل واحد ملتزم بالتعليمات. ايوه يا مرزوقة، لو كل واحد التزم مفيش حد هيديله حاجة وكل الناس هتبقى كويسة. طبعا يا ماما، امال هم عمالين يقولولنا نعمل كده ليه؟ لو كلنا التزمنا بالحاجات دي مفيش حد هيتعب ولا حد هيجيله كورونا اساسا. شاطرة يا مرزوقة بتمشي على التعليمات. هي يا مرزوق عفركوش مكلمكش؟ ادينا يا ماما قاعدين مستنيين اما نشوف على الله تكون رسالة وصلته ويتصل بينا بقى. ان شاء الله يا مرزوق، يمكن بيدور على العلاج عشان كده مش فاضي. جبتي سيرته اهو بيتصل. ايه ده بجد يا مرزوق؟ اهو يا ماما والله بيتصل. طب رد عليه يا حبيبي بسرعه لحسن يقفل. الو، ايوه حفركوش، ازيك يا حبيبي؟ هتكلمه يا مرزوق؟ استني يا ماما، وانا والنبي كمان يا مرزوق اديني حفركوش وحشني.
استنى يا بابا، استنوا يا جماعة، اما اكلمه بس شوية. ازيك يا عفركوش؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا مجنون؟ وحشتني. ايه يا عفركوش، هو انت رحت قعدت هناك وسبتني؟ وايه ده يا عفركوش الزيتة اللي جنبك دي، انت قاعد ترقص؟ صراحة يا مرزوق انا قلت افك عن نفسي شوية. اخص عليك يا عفركوش، يعني ما كنت معايا ولا خرجتني ولا فسحتني. وايه الناس اللي جنبك دي؟ معلش بقى يا مرزوق، لماك انت سايبنا قلقانين عليك وانت قاعد ترقص هنا، وماما وبابا وزوقة كلهم قاعدين زعلانين عشان انت سايبنا وانت قاعد ترقص. ما انا بدور لكم على كورونا بقى، وقلت افك عن نفسي شوية عشان اعرف اجيب لكم دول عفاريت صحابة. بس يا مرزوق سيبه، المهم يطمنا عمل ايه. المهم يا عفركوش عملت ايه؟ في حاجات حلوه يا مرزوق ناوي اجيبها لكم. المهم يا عفركوش خلي بالك وتغسل ايدك وتلبس الماسك، واوعى تسيب ايدك من غير كوانتي. بس يا مرزوق انا بعمل كل اللي انت قلت لي عليه. المهم خلي بالكم انتوا وما تخرجوش بقى ولا تروحوا في حته لغايه ما اجيلكم. خلي بالكم يا مرزوق انت وزوقه وابوك. امال فين ابوك؟ مش هيكلمني ولا ايه؟ وحشني يا ابو مرزوق. ايوه يا عفركوش يا حبيبي وحشتني، وانت كمان يا ابو مرزوق، ده انا جايب لك حاجات حلوه قوي يا ابو مرزوق من هناك. المهم تجيب لنا دواء يا عفركوش، ويخلي بالك الماسك ما تقلعوش والنبي عشان ما تجيلناش بالفيروس. اخص عليك يا عفركوش، نسيت ام مرزوق حبيبتك؟ لا يا ابو مرزوق ما تقوليش كده، ده انت وحشتيني، ده انت مؤثر فيا قوي يا عفركوش. اخص عليك من ساعه ما سافرت وما تسالش مينا، وبتعمل اللي قلت لك عليه ولا لا؟ شكلك ولا بتعمل حاجه ولا تسمعت الكلام اللي انا قلته لك، انت عمال ترقص اهو ولا همك. معلش يا ام مرزوق، اصل شويه صينيين صحابي خلوني اقعد ارقص وقلت افك بقى شويه. طب بتعمل اللي قلت لك عليه؟ طبعا يا ام مرزوق، بغسل ايدي واخد شاور وارش معقم كمان على ايدي، كل حاجه قلتها لي بعملها. ما تقليش يا ام مرزوق، انا هجيب لكم الدواء واجي لكم بسرعه. ايوه يا حفركوش، ازيك يا حفركوش وحشتني. ازيك يا زوقه، هو انت لقيت دواء صحيح؟ ادينا لسه بنشوف يا زوقه، بس ان شاء الله هنلاقي. طيب يا حفركوش خلي بالك من نفسك وتعالى بسرعه. يا بيت يا حفركوش خلص بقى اللي انت بتعمله وتعالى، انت وحشتني قوي، وكفايه بقى رقص. خلاص يا مريوم انا هخلص على طول وجيلك. وانت لقيت دواء ولا لسه؟ ادينا لسه بنشوف يا مرزوق. بس شفت يا ماما عفركوش قاعد يرقص وما سالش فينا؟ انا زعلان يا ماما، واحنا قاعدين قلقانين عليه. خلاص يا مرزوق بيفك عن نفسه شويه، مش رايح يجيب لنا دواء عشان ندي للناس وتخف؟ صحيح يا ماما، لو كنت رديتي اروح معاه كان زماني برقص انا كمان. يعني انت كل اللي مزعلك عشان مش عارف ترقص؟ خلاص يا سي مرزوق ارقص هنا في البيت وخلاص. ايه يا ماما كان نفسي اشوف الصينيين وأقعد معاهم. ايه يا مرزوق تسيب ماما يا حبيبي تروح تسافر الصين وتسيب ماما؟ افرض بقى اتعديت ولا حصل حاجة، يعني يا ماما وانا قاعد هنا وانا ممكن اتعدي وانا هنا. لا بس يا مرزوق تبقى جنب امك حبيبتك، مينفعش تسافر وتسيبني. ومين بقى اللي هيغني لك روح امه وقلب امه وانت في الصين؟ صحيح يا ماما كنت ممكن تغنيها لي في التليفون. ماشي يا مرزوق اخص عليك. وانت يا بابا ايه رأيك؟ لا يا مرزوق امك عندها حق، ما تسافرش وتسيبنا. واحنا بقى يا ماما مش هنتعشى ولا ايه؟ انا جاي من برا وميت من الجوع. ليه يا مرزوق يا حبيبي؟ انا قلت لابوك يوق لنا الجنينه عشان نخرج نتهوى شويه، وانا عامله لكم سندوتشات تتعشوا بيها. يا سلام يا ام مرزوق، فكره جميله، بدل ما احنا قاعدين كل يوم في البيت. ما انا قلت بقى خليكم تغيروا يا ابو مرزوق بدل ما انتوا قاعدين، وكمان عشان العيال اتخلقوا كتير قوي من البيت. جدع يا ام مرزوق كل يوم كده. مالك يا زوقه قاعده ساكته يعني؟ مفيش يا ماما، كان نفسي عفركوش يبقى معايا دلوقتي اهو يا حبيبتي، شفتيه في الكاميرا او قاعد مبسوط وبيرقص كلها يومين تلاته ويبقى معانا. ما تقلقيش يا زوقه، ما تقلقيش يا زوقه، انا خايف من عفركوش، قال لي اعمل لك مفاجاه ويمكن تجيلك فكران اليومين دول. ما قالكش ايه يا مرزوق؟ مش عارف يا زوقه انا قلقان، لحسن يكون هيجيب لي عفريت صغير. ويه ما يمكن يا مرزوق هيبعت لنا الدواء على بال ما يجي هو. ما افتكرش ابويا، لو كان هيبعت لنا كان قال. على العموم اكيد قاعدين ونشوف، انا خايف يعمل فينا مقلب زي اللي انا كنت بعمله فيكوا زمان. وانت قلقان ليه يا مرزوق؟ ايش هو قالك مفاجاه؟
ممكن يا حبيبي يجيب لنا هدايا انا وانت وابوك.